سورة تبت وهي سورة المسد، سورة مكية. قال فيها ربنا جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا فيه دين له ولا حمية للقرابة، قبحه الله فذمه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة. فقال جل وعلا: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه وشقي وتب فلم يربح. تبت يدا أبي لهب دعاء عليه، وتب خبر عنه، ما أغنى عنه ماله ما استفهامية أو نافية، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله الذي عنده لأنه أطغاه، ولا ما كسب فلم يرد عنه شيئا من عذاب الله إذ نزل به. سيصلى نارا ذات لهب، أي ستحيط به النار من كل جانب، وامرأته حمالة الحطب. وكانت أيضا شديدة الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان، وتلقي الشر، وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتجمع على ظهرها الأوزار بمنزلة من يجمع حطبا قد أعد له في عنقه حبلا من مسد، أي من ليف، أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها حبلا من مسد، نسأل الله السلامة والعافية. على كل، في هذه السورة آية باهرة من آيات الله، فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا، وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد، ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة الرحيم الرحمن.